يا ابو عبد الله، اذا كان بالنسبه الى من هو ابو عبد الله؟ انا ابو كرم، انا مو ابو عبد الله. لا لا، ابو عبد الله اللي هو رئيس نادي النصر. إيه طيب. استاذ مسلي. طيب. بالنسبه الى المحامين او القانونيين، ايضا هناك في الطرف الاخر بالنسبه للنصر ايضا قانونيين وايضا محامين، يعني ما تقدر تحصرها فقط اللي يتكلم في القضيه هذه. بالنسبه للجانب الهلالي هو يعني خلينا نقول مثل ما اشار انه اصحاب مصالح، ايضا في الطرف الثاني كان هناك ايضا من يدافعون عن وجهه نادي النصر ايضا في 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 الجانب القانوني. انا معه في الجانب الاخر. اسمع اسمع اسمع، انت عم تحكي، انا بعرف طبعا احنا انت اليوم اصلا موجود عندنا لانه انت عم يعني على النمط، يعني انت عم تدافع عن الهلال، لكن اليوم لا ما بدافع عن الهلال، بتكلم لا لا بس لا 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 بس سؤال، خلينا نسالك لا 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 احنا متفقين على الموضوع. اليوم قال من وقع هو كنو و99% من اللي عم بينحكى غير صحيح. بدي بس تعليق بسيط مشان ما نضيع الوقت. قال من وقع هو كنو، ولكن لو في استمرار حديثه قال الورقه اللي جات لنا من محاميه هي لم تقل انه كنو غير الموقع. في استرساله بعد كنه كنو ولا وقع ترجع الى كلامه كان ايضا هو موقع على ورقه كنو وليس هو من اتى الى، يعني خلينا اقول لك الى ما بنوقع غير مع اللاعب، ما بنوقع مع وكلاء يا اخي، هيك حتى واضح كلامه. ورجع لاسترسالي الى كلامه قال طيب معه خلي الدكتور عمار، ولكن ايه خلي دكتور مصطفى، انا وقعت مع كنو مشان يكون عندي لاعب بواحد سبعة، انا كرئيس نادي. انت بدك ترجع لنفس النقطه، نفس النقطه، لانه انا شايف انه كنو موقع، هذا كله 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 ظاهر، كله وكله وكله صحيح. اذا ما اجى لعندي اللاعب انا بواحد سبعة على التمرين وقت انا بالهيدا، وقت انا بشتكي وبقوم بالاكشن لازم يصير، لانه هون الهلال مش ما له ذنب مصطفى خلال هالست شهور اللي كانه هو موظف فيها عنده انه يكون. وبنفس الوقت انا كرئيس نادي مثل ما سمعنا انه النادي النصر دفع له 7.5 مليون درهم تشيك، اذا اللاعب ما صار عندي حتى انا اعطيه الفلوس، يعني هو وقع واعطيته انا الفلوس على الاساس بسموه البري كونتراكت، انه بس اسا العقد ما بلش. انت بتجيب موظف عندك بتبلش له برواتبه او شيء بسموه المباشره، اسا ما باشر عندي، اسا ما صار موظف عندي او تسجل عندي. يعني انا هي الفكره هي في قضيه كانه غلط الهلال غلط، انا برايي انه وقع معهم مره ثانيه، بس تنتظر توقيت اصدار القرار امتى وليش صار بهالوقت وليش لا يدفع الهلال ثمن هالأربعة أشهر. ممكن يدفع التعويض، لازم يدفعه إذا في مخالفات قانونية كأنه لازم يطبق. هذا القانون بده يطبق القانون، بس شو الأمور القانونية اللي نحن ما بنعرفها، شو الأوراق الموجودة هي نحن ما فينا نفتي فيها. بس أنا عم بحكي مثل ما قلت لك، أنا كأنه موظف عندي بواحد سبعة، إذا ما أجى لعندي على الوقت أنا بقوم بالإجراءات. هذا رأي المحللين.